نحن نلتقي اليوم في حفل الانطلاقة الرسمية لتنفيذ خطة مشروع أسود لمكافحة جائحة كورونا. وتأتي هذه الخطة في إطار الخطة الوطنية العامة لمكافحة هذه الجائحة على المستوى الوطني، وهي عبارة عن مساهمة من المشروع في إطار هذه الخطة. هذه المساهمة تهدف إلى مساعدة الفتيات والنساء المستفيدات من مشروع تمكين المرأة والعائلة الديمغرافي في الساحل في موريتانيا على مستوى 4 ولايات اللي يشكلوا منطقة نشاط مشروع أسود في موريتانيا، اللي هما الحوض الشرقي والحوض الغربي، ولاية العصابة وولاية قديماغة.